طيب عايزين حضرتك نوضح بس للساده المشاهدين ايه الحساسيه عامه، يعني الحساسيه الطارئه بمناسبه ان موضوع حلقتنا النهارده عن الامراض الطارئه في علاج الامراض الجلديه. تمام فطبعا هنتكلم في الاول عن الحساسيه الطارئه اللي كتير من الناس مثلا بتتعرض ليها، وازاي حضرتك نقدر نعالجها يعني تمام بطريقه سليمه. الحساسية لها كذا اسم. في حساسية اسمها الارتكاريا الحادة، اسمها الحساسية الحادة الجلدية الحادة. في حاجة اسمها الحساسية، حساسية الحشرات اللي منتشرة دلوقتي، الحبوب حمراء كده. أو في حساسية اسمها حساسية دوائية. الحساسية الحادة دي الجلدية الحادة عبارة عن درنات حمراء عالية، يعني مرتفعة عن الجلد قليلا، تتنقل من مكان لآخر، وفيها إحساس بالحكة الشديدة. ممكن يصاحب ليها حاجة اسمها ورم، في حاجة اسمها الغشاء المخاطي، زي ورم الشفايف، ورم العيون، ورم في بقية جسم العيان ده دي كله الأعراض اللي بتظهر يعني بتظهر في العيان بتوضح. ده. أخطر حاجة في هذه النوع من الحساسية إن يبتدي يقول لك العيان أنا حاسس إن أنا بتخنق، حاسس إن في حاجة واقفة لي بزوري، يقول لك أنا باخد نفسي قبل أحس كأني حاجة واقفة لي هنا. دي نادر إن ممكن هذا العيان يختنق، يحصل له اختناق ويخش في على طول في حاجة اسمها فشل في إن هو يسحب نفسه في وظائف في التنفس. وظيفة التنفس. طب ايه اللي بيؤدي لحاجة زي كده وحاجة دي خطيرة جدا؟ بيحصل نوع من زيادة الارتشاح للسوائل، نتيجة لأن في مواد معينة بتخرج هنا اسمها الهيستامين، تمام، تخلي منطقة الفلويد اللي هو السوائل بتاع السوائل جسمه بتاعت الجسم. تتجمع في منطقة حاجة اسمها الغشاء المخاطي. فكأن البالون كأنك بتحط فيه حاجة، بتحشر فيه حاجة، بتحط له حاجة فيه تقفل له مجرى الهواء، يحس كأنه بيتخنق. لازم فورا احوله على المستشفى، وده لو وصلنا يعني للمرحلة دي ملوش أي إسعافات أولية، إطلاقا على طول لازم على طول سريعا أقول له اطلع على المستشفى. ولازم حقن معينة ممكن أعمل له حاجة اسمها تراكيستومي، أعمل له فتح فتح للحنجرة هنا عشان يقدر يتنفس بأي وسيلة إن خلاص. شاء الله، يبقى ألم.